Eh bien, Shabab, salam alaikum. Alors, nous continuons le cours d'hier, nous avons fini. Donc, nous avons fini les parties, ou l'exercice, les comptes à tesoulkom. Donc, l'exercice, la solution, le carré de la. De toute façon, donc, on va faire de la correction et je vous invite à nouveau à faire les exercices. Alors, وتعاونوا ان الواحد يضبط الامور ديالو سورتو بالنسبه لهاد لا بارتي ديال لي ترانزيستور لان فيها الحساب بزاف فيها لي مود بزاف دونك il vaut mieux الواحد يبدا يخدم هاد لي زيكزيرسيس وحتى الا كان ما خدمهمش يحاول يعاود لهم. ها هي لا سوليسيون خدوها عندكم وحاولوا تعاودوا لهم داكو. فاش كنقول تعاودوا هاد لي زيكزيرسيس خد لي زيكزيرسيس خليه عليك سوليسيون خدام لي زيكزيرسيس كانه ما عندكش لا سوليسيون وابخي عاد تقدر تشوف لا سوليسيون ou de comparer les résultats, les résultats les tous les prêteurs, mais avec les résultats les qui ont fait la solution. Voilà. Donc pour aider l'exercice, donc on a trois questions. Donc la deuxième, donc on a le montage là, on a la polarisation en H, on a la partie là, on a la diode zener. Ok, donc la diode zener VZ il y a comme ça parce que là c'est un exemple il y a VZ, on va bien. Alors, on a la question de là, montrer que le courant IC est indépendant de la résistance RC. D'accord, il y a le courant IC, il y a RC. Si on a le courant fait qu'il y a une résistance, il y a une résistance, la résistance qui est très avec le courant. Donc, la résistance est le courant est la résistance est le courant est là. D'accord, il y a un chili qui la loi d'homme. Mais, il y a un cas, par exemple, le cas du générateur de courant. Donc, il y a une résistance. La résistance ما كتاثرش على لو كورون لان لو كورون مهما كان كيكون ستابل. اوكي دونك هذا هو لوبجيكتيف من هاد لا كيسيون. دونك هنا كيفاش غادي نبينوها؟ تو سامبلومون غادي نحاولوا نبينوا بان ليكسبرسيون ديال اي سي ما فيهاش ار سي. اوكي دونك هادشي اللي غادي نحاولوا نبينوه. دونك لا سوليسيون الى سويفونت. دونك هاد لو مونتاج هذا نقدروا هاد لو مونتاج على هاد الشكل هذا. دونك نقدروا هو النيت نحطوه هنايا. غير هو هنا مثلا ديك لا ديود زينر دونك نعوضوها بواحد الجينيراتور لان شنو قلنا لا ديود زينر شحال هي 5.6 فولت. دونك هنا سي ليكيفالون لا ديود زينر قلنا فاش كتكون اون انفيرس سي ليكيفالون ديال واحد لو جينيراتور دو طونسيون لي لا طونسيون ديالو شنو كتساوي؟ كتساوي لنا لا طونسيون زينر في زد كتساوي 5.6 فوالا. دونك هادشي اللي كاين. دونك هاد لو شيما هذا دونك نقدروا نديرو على هاد الشكل هذا داكوغ. غادي نستعملو هاد لا طونسيون ابخي. Bien, donc en écrivant la loi d'Email pour le circuit la diode zener base émetteur, d'accord, donc la loi d'Email fait la mail hadi, d'accord, base émetteur, d'accord, VZ katsawi H katsawi VBE plus RRE. Ok, voilà, donc hadchi li ksebna hnaya, d'accord. Ou l'exprimer de manière autre, donc VZ moins VBE moins REIE katsawi 0. Donc là IE chnou katsawi katsawi VZ moins VBE sur RE. Alors là lahdou mzyan, donc عندنا IE katsawi IC زائد IB. Ou IC chnou katsawi katsawi bêta IB. OK, donc IE d'accord, il a خدمنا هاد جوج العلاقات هادي نقدروا نلقاو IE باش بدلاله IC. Donc IE katsawi بيتا بلس 1 سور بي بيتا. لاحظوا مزيان هنايا بيتا عندنا 200. اوكي دونك هادي ركزوا على هذيك 200. دونك هنا بيتا بلس 1 اولا اي سي في هذه الحاله هذه دونك غادي نقولوا بانه تقريبا كتساوي إيه. علاش؟ لان هنا بيتا بلس 1 تقريبا كتساوي بيتا داكوغ. 200 واحد على 200 راه تقريبا كتساوي واحد. دونك في هذه الحاله هذه راه قريبه لها بزاف من الكلمه. دونك اي او كتساوي تقريبا اي اي سي. اوكي دونك في هذه الحاله اي سي نقدروا نكتبوا على هذه الطريقه. دونك اي سي كتساوي بيتا. دونك هنا بحال اللي قلبنا هذا الشيء هذا. اوكي دونك هنا باش كنعوضوا اي سي بالقيمه ديالو هنايا وبيتا مشات من هيها ولات بيتا زائد واحد لتحت. دونك هنا اوكي من هاد زوج ديال العلاقات من هذه وهذه. اوكي هادشي ديال العلاقات هادي وهادي دزنا لهادي. اوكي دونك اي سي كتساوي بيتا مقسومه على بيتا زائد واحد مضروبه في زد موان في بي او
sur RE. Donc 4 ça c'est تقريبا VZ moins VBE sur RE. Donc là, on a ici l'expression de la IAD. Il y a quoi là? Donc il y a RC, mais donc il y a, on peut ici est bien indépendant de RC. Okay. Et il est constant. Donc ici, il y a une qui est constante, tabitha. Okay, donc VZ tabitha, VBE tabitha, RE tabitha. Donc on va SC, RC, mais on va la qui est SC. Donc ici, je vais vous كتساوي 12.5 ملي امبير. دونك نفيريفي معاكم غير الحساب لو كالكول، لان دي فوا راه كيكونوا مثلا دي كالكول. اوكي دونك هي الكالكولاتريس. دونك هنا عندنا 5.6 ناقص 0.6 بون هي 5 مقسومه على 400. دونك هي فوالا، دونك اللي ضربناها في 1000 فوا 1000، دونك هي 12.5 ملي امبير. داكوغ، هي 12.5 ملي امبير. Bien. Donc, la question suivante, il y a déterminer alors le courant IZ. Donc, le courant IZ, voilà. On a fait la partie de la diode zener. On a vu que la diode zener, d'accord, marché chasser tkoun 4,5,6 volts, bash 4, t'atteint à la stabilisation. Mais chas, en fait, il doit se faire le courant. Le courant, c'est ce qu'on a vu. كبير على اليمين وصغر من الايماكس. كبير على اليمين باش تحقق لنا هذا الشرط ديال لا ستابيليزاسيون، وصغير على الايماكس يعني الا تعدينا الايماكس ديال لا ديود زينر. في هذه الحاله لا ديود زينر غادي تحرق، والايماكس واليمين دونك سو سون دي فالور. وحتى هاد الفي زيد كنجبدوهم داتا شيت يعني من الانترنت، واحد الدوكيمون ديال كل كومبوزون. عنده دوكيمون كنشدو لا ديود زينر كنقراو لا ريفيرونس ديالها كنقلبو في الانترنت كنلقاو هاد لي كاركتيريستيك ديالها. كنلقاو في زد شحال كتساوي، هنا راه عطاو هنا. كنلقاو اي زد مين اللي خصها ضروري تحقق، و اي زد ماكس اللي مخصناش نتعداوها. و توجور تقريبا قبل لا ديو زينر كتكون واحد لا ريزيستونس فهاد لو مونتاج ولا لي مونتاج وحدين اخرين، كتكون واحد لا ريزيستونس باش كتليميتي هاد لو كورون اي زد، وكتحاول تحطو ما بين اي مين و اي ماكس واحد القيمة اللي ما بين هاد زوج ديال لي فالور اكستخيم. الوغ هنا دوني الوغ لو كورون اي زد. فوالا، دونك هنايا نبغى فواغ لا ميثود كيفاش غادي نحسبو اي زد. دونك فهاد الحالة هادي دونك غادي نخدمو هاد لا ماي. اوكي، دونك عندنا في سي سي شنو كتساوي؟ كتساوي ار بي بيان فوا اي زد زائد اي بي داكوغ بليس في زد. دونك هنايا الا سولتوني اش من مايل درنا، دونك اش من مايل درنا في نظركم، لاحظو مزيان، ار بي كتساوي اي زد زائد اي بي بلوس في زد. دونك شمن مايل اللي درنا هنايا. دونك حاولوا شباب فاش كنبوزي لا كيسيون اش من مايل، تقدروا مثلا توقفوا ديك لا فيديو. دونك لان دابا انا غادي نعطي لا سوليسيون، وقفوا ديك لا فيديو، شوفوا الشيما عندكم وحاولوا تشوفوا اش من مايل، ديروا واحد الاجابه خفيفه دغيا بحال اللي كما كنديروا في لو كور. دونك ديروا واحد لا بروبوزيسيون ديالكم وفكروا فيها شي شويه عاد ديروها، وعاد كملوا لا فيديو وشوفوا الحل ou la solution, la proposition اللي غادي نعطيكم هنايا. داكوغ، دونك ما تبقاوش غير كمتلقيين غير كتسمع وكتسجل. نو، دي فوا باش الحاجة تعقل عليها مزيان خاص حتى انت تعطي اقتراح ديالك وتحاول تخرج ديك السؤال تحاول تجاوب عليه، باش كومسا الا كان صحيح راه مزيان. داكوغ، وكان خطأ راه غادي تلقى الخطأ ديالك فين كاين، وهنا غادي تعاون هاد لا ميثود هادي تعاونك باش تميموريزي تبقى عقل على ديك لي نوسيون اللي كنهضروا عليهم. الوغ، دونك نرجعوا لهادي. دونك في سي سي قلنا كتساوي ار بي عامل لي اج اي زد بلوس اي بي. داكوغ، هادشي كله نزيدو عليه في زد. دونك اش من مايل درنا؟ داكوغ، دونك لا مايل تو سامبلومون هي هادي. داكوغ، دونك هاد لا مايل. دونك في سي سي قلنا شاده من هنا لهنا. ار بي شنو هو لو كورو اللي دايز فيها؟ لاحظوا مزيان في هاد النقطة، هذا سيت ان نو. دونك هاد لو كورو اللي دايز في اي بي شنو غادي يوصل لهنا وغادي يتفرق، غادي يدوز هنا. هاد لو كورو اللي غادي يدوز هنا شنو هو؟ اي بي. وهاد لو كورو اللي غادي هنايا في لا ديود زينر هو اي زد. حنا قلنا في هاد لو نو لي كورون اللي داخلين داكوغ لهاد لو نو لهاد النقطة كيساويو لو كورون اللي خارجين منها. دونك لو كورون اللي خارجين شنو هما؟ هما اي زد و اي بي. ولو كورون اللي داخل هنايا هو
هو هذا الكورو اللي دايز في هاد لا ريزيستانس. دونك هاد لا طونسيون اللي كاينه هنا شنو كتساوي؟ كتساوي ار بي مضروبه في هاد لو كورو اللي دايز هنايا. دونك هاد لو كورو اللي دايز هنا شنو هو؟ هو اي زاد زائد اي بي. فوالا. دونك داكشي علاش درنا هنايا هاد هاد لا مايل درناها بهذا الشكل هذا. ولا طونسيون اللي عندنا هنا دونك هنا ما نحتاجوش نديروها بدلاله لي كورون لي ريزيستونس، لان هنا عندنا ديود زينب وعارفين ديك لا طونسيون شحال كتساوي، هي في زد. داكوغ. دونك في هذه الحاله هذه درنا هاد لا سوليسيون. دونك ار بي عامل اي زد بلس اي بي بلس في زد كتساوي في سي سي. دونك اي زد كتساوي في سي سي موان في زد على ار بي داكوغ موان اي بي، و اي بي كتساوي لنا اي سي ناقص بيتا. داكوغ. اي سي راه ديجا حسبناه، ها هو. دونك غادي نخرجو الاي بي بيان. دونك اي زد شنو كتساوي؟ كتساوي لنا فوالا. دونك هنا شحال لاحظوا مزيان، هنا لا ريزيستونس ار بي باش ما تخطئوش. دونك هنا راه عندكم لا ريزيستونس ار بي هي 500 اوم ماشي 500 كيلو. اوكي. دونك في هذه الحاله هذه دونك عندنا اي زد شنو كتساوي؟ 12 ناقص 5.6 مقسوم على 500. فوالا. دونك هنايا 500 اوم، هنا ناقص 12.5 هديرها بملي امبير، داكشي علاش حنا ضربنا في 10 اس ناقص 3 مقسومة على 200. دونك هنايا لقينا تقريبا 12.74 ملي امبير، هذا هو لو كورون اي زد. داكوغ. الوغ لا سوليسيون او لا كيسيون لمور هادي تيرميني لا طونسيون في سي او. داكوغ. يعني هاد لا طونسيون اللي عندنا هنايا. دونك هادي سي سامبل. دونك جو بونس تكونوا كاملين لقيتوها، ما فيهاش بزاف ديال الاخر. دونك هنا نديرو هاد لا مايل في سي سي كتساوي في سي او داكوغ بليس ار سي زائد ار او عامل لي اي سي. دونك هنا افترضنا بان اي سي تقريبا راه كيساوي اي او، لان البيتا كبيره بزاف. دونك في سي سي شنو كتساوي؟ او لا في سي او شنو كتساوي؟ كتساوي في سي سي ناقص اي سي عامل لي اش ار سي بليس ار او. داكوغ. دونك ان كالكول كيعطينا في سي او كتساوي 6.25. الأغلبية ديال الدراري جو بونس اللي كانوا صيفطوا لي لا سوليسيون على قلتهم بطبيعة الحال، ولكن راه سي تخي بيان مزيان. الدراري راهم خدامين. جو سي بيان انه اللي ما صيفطوش راهم ربما مازال ما عرفوش هاد الجروب. انا جو سي بيان بانه موتيفي و تيخدم مزيان. دونك سي با غاف. دونك اسي جوست دو سويفر افيك نو هاد لي كور اللي تنديرو، وحاولوا الا كان عندكم دي كيستيون تواصلوا معنا في الواتساب. Donc on va vous répondre à tout moment. Alors voilà, donc il y a la solution. Donc l'exercice est très important. Donc essayez de vous rappeler. Si vous ne trouvez pas la solution, vous pouvez continuer la solution que vous faites. Vous pouvez comparer avec le résultat que vous avez ici. Bien. Donc d'abord, on va essayer d'ajouter un exercice autre. Et cette fois-ci, on va voir le transistor bipolaire VH. Le régime de commutation. Donc, on va attendre un VCE sat. D'accord. Le régime de commutation. Il faut qu'il soit bloqué ou il faut qu'il soit saturé. D'accord. Donc, c'est le régime de commutation. D'accord. Donc, on a dans cet exercice là, fait un stade les questions. D'accord. Mais avant, on va dire. Donc, on va dire comme un rappel là, le régime de ou le mode de commutation. Donc là, le transistor bipolaire, donc la caractéristique du point de repos, on a le point de repos ou la polarisation, il y a IC ou VCE. D'accord. Là, on a dit qu'on a le point de repos qui est confirmé, c'est-à-dire le régime linéaire, le transistor qui est comme amplificateur. Mais, ok, on a le mode commutation, donc on a le point de repos qui est confirmé. كيكوميتي بيناتهم. كوميتاسيون هي واحد كيما نقولوا واحد التغير ديال لي طون، يعني مره كيكون اون مره اوف. اون سي دادير غادي يكون ليكيفالون قلنا ديال ان سيركوي فيرمي او ان انتريبتور فيرمي، و اوف غادي يكون ليكيفالون ديال واحد الانتريبتور اوفير. سا مارش. الوغ دونك فاش كتكون مثلا الا خدينا هاد لا ساتوراسيون، دونك هاد بالنسبه لا زون ديال لا ساتوراسيون شنو هي؟ لا ساتوراسيون انه لاحظ مزيان الاي بي هو غادي وتيطلع. داكوغ. دونك حتى الاي سي حتى هو كيطلع معاه. داكوغ. دونك هنا اي بي هنايا كان صغير، دونك هو اي سي هنايا. اي بي غادي لا فالور ديالو كتطلع معاها اي سي اتسيتيرا، غادي تبقى طالع اي بي حتى كتوصل لواحد القيمه ديال اي سي
واخا كيبقى يطلع الاي بي دونك اي سي غادي ستابيليزا في هذه الحاله هذه ما كيبقاش يتزاد دونك اي سي كترجع لنا ستابل في هذه الحاله هذه ماشي ستابل مي كنقولوا بان لو ترانزيستور راه وصل لاش لا ساتوراسيون ديالو ما غاديش يبقى يعطيك واحد لو كورون داكوغ اللي كيتعلق ببيتا و اي بي صافي لو كورون ماكس ديالو راه وصل ليه ما عندو فينيزي هنا هذه كتسمى سي لو بوان دو ساتوراسيون وهنا لو ترانزيستور كيخدم لنا كوم انتيريبتور فيرمي وفي هذا لو بوان دو ساتوراسيون الا لاحظتوا مزيان دونك هنا في سي او كتكون صغيره كتكون تقريبا كتساوي زيرو داكوغ كتكون في لي زونفيرون ديال 0.2 0.4 على حسب المعطيات اون براتيك ما كتكونش كاع كتساوي زيرو كتكون في هاد لي زونفيرون 0.2 0.4 حتى ل 0.6 تقريبا مي في لا تيوري في لي كالكول كنفترضو كنقولو بان في سي او كتساوي في سي او سات كتساوي زيرو بالنسبه للبلوكاج كيفاش كنقولو بلوكي يعني سيركوي فيرمي سيركوي فيرمي او لا باردون سيركوي اوفر سيركوي اوفر يعني لو كورون ما كيدوزش هذا المعنى لو كورون ما كيدوزش دونك الا قلنا لو كورون ما كيدوز سي تادير بانه هنايا كاين لو كورون اي بي او لا لو كورون اي سي داكوغ كيساوي لنا لو كورون اي سي كيساوي لنا زيرو اوكي وفي هذه الحاله هذه في سي او كتساوي في في سي سي دونك هذا هو لو ريجيم دو كوميتاسيون وهذا لو غابيل هذا دونك هذا غادي نحتاجو هنايا باش غادي نخدمو هذا ليكزيرسيس الوغ عندنا هاد ليكزيرسيس هذا دونك نعطيونا بيتا كتساوي 100 في بي او كتساوي 0.7 في سي او سات اللي هي لا طونسيون دو ساتوراسيون قال لك كتساوي 0 فولت هنا بوغ ار بي كتساوي 100 كيلو كالكولي لي كورون اي بي اي سي اي لا طونسيون في سي او اوكي دونك هنا اون دو كالكولي هاد لي كورون بوغ هاد لا ريزيستانس اوكي دونك اون فا voir la solution donc هذا اكزرسيس غادي نجاوبوا عليه هنايا اوكي دونك غادي نجاوبوا عليه باش تشوفوا غير الطريقه غادي نجاوبوا غير على لا كيسيون الاولانيه ونخليكم بعد ديروا لي كيسيون الاخرين من موراها قال لك كالكولي كورون دو باز اي بي مينيموم بور ساتوري لو ترانزيستور لا ريزيستانس ار بي دونك نبداو بعدا بهاد لا كيسيون الاولانيه دونك هنا لا كيسيون الاولانيه عاديه غادي نديروا لا لوا دي مايل دونك او بي كتساوي او لا او كتساوي اي بي fois RB plus VBE. Ok, donc le calcul simple, donc on a IB on a double valeur, on a dit B 1.13 milli. On a dit que IC 113, on a bêta 400. On a dit que IC 113. وفي هذه الحاله هذه غادي نديروا لا لوا دي ماي في لا سورتي دونك او كتساوي في سي او بلس ار سي اي سي يعني هذه في الجهه ديال الكوليكتور دونك في هذه الحاله هذه غادي نلقاو بان في سي او كتساوي 0.7 اوكي في سي او كتساوي 0.7 دونك لاحظوا مزيان هنا في سي او ديال الساتوراسيون شحال كتساوي 0 فولت دونك هنا في هذه الحاله هذه رانا قراب للساتوراسيون ولاني مازال ما وصلناش داكوغ لي ترانزيستور مازال ماشي ساتوري دونك راه قربنا لها مي مازال ماشي ساتوري سي تادير انه الا طلعنا اي بي بواحد شويه حتى اي سي غادي تطلع هذا هو المعنى ديال مازال ما وصلناش لا ساتوراسيون الوغ هنا قال لك كالكولي لو كورون دو باز مينيمال بور ساتوري لو ترانزيستور اي لا ريزيستانس اي بي الوغ لاحظوا مزيان هنا قلنا بان اي بي غادي يبقى يتزاد اي سي غادي يبقى يتزاد معاه اوكي شحال ما تزاد اي بي شحال ما غتزاد اي سي ولكن في واحد النقطه واحد لا فالور واحد القيمه معينه ديال اي بي تماك فين غادي يوصل لاي سي لا فالور ماكسيمال ديالو وهنا غادي نتحصلوا على لا ساتوراسيون دونك هنا يطلب منك تحسب هاد الاي بي مينيمال اللي غادي تعطينا لا ساتوراسيون وهنا باش غادي نحسبوها دونك هنا غادي ننطلقوا من هنا دونك هنا الا قلنا وصلنا للساتوراسيون سي تادير انه في سي او شحال غادي تكون عندنا هي صفر فولت في سي او سات هي 0 فولت دونك هنا غادي بحال غادي نطلقوا مع هاد المعادله هادي ونعوضوا هنا في سي او سات دونك لاحظوا مزيان داكو دونك هنا اللي درنا في سي او سات كتساوي 0 وجينا عوضنا في هاد العلاقه هادي داكو دونك هادي غادي تساوي 0 غادي تمشي غتولي عندنا اس سي سات شنو كتساوي كتساوي لنا او مقسومه على ار سي وفي هاد الحاله هادي
اي سي ساتوراسيون كتساوي 120 و اي بي مينيمال داكوغ ديال الساتوراسيون هي 1.2. دونك الا جينا عوضنا هنا اي بي بالقيمه ديالو داكوغ هنا غادي نحسبوا اي بي، لان شنو اللي غادي يتحكم لنا في اي بي هنايا واش غادي يكون كبير ولا صغير، وهي هاد لا فالور ديال لا ريزيستانس. وهاد لا ريزيستانس الا لاحظتوا هنا سي اون ريزيستانس اللي هي فاريابل. اوكي، وهنا دايرين 15 كيلو. شنو معنى ديال 15 كيلو؟ ان هاد لا ريزيستانس كتمشي من 0 اوم، كنبقاو نغيرو فيها ونقدروا نوصلوا لا فالور ماكسيمال ديالها هي 15 كيلو. هذه هي المعنى ديال هاد ال 15 كيلو. دونك هادي سي اون ريزيستانس فاريابل ان بوتونسيومتر. دونك في هذه الحالة هذه لا ريزيستانس ديالنا اللي كتعطينا داك لو كورو مينيمال ديال الساتوراسيون داكور، نعوض هنايا ب اي بي مين وغادي نلقى بان ار بي كتساوي 9.4 كيلو. اوكي، 9.4 كيلو. بيان، هذه هي لا كيسيون. دونك هنايا اون دوموند دابا لو ترانزيستور، الى لاحظتوا اش من نوع ديال لو ترانزيستور؟ دونك هذا سي ان ترانزيستور اللي هو ان بي ان. لاحظتوا مزيان هاد لا فليش هابطه. هنا اون دوموند دو شونجي هاد لو ترانزيستور بار ان ترانزيستور بي ام بي واللي عنده لي ميم كاركتيريستيك، سي تادير ان الفي او البيتا كتساوي 100، الفي سي او سات كتساوي 0، و في بي او داكور هنا غادي تساوي لنا ناقص 0.7. ان الترانزيستور بي ان بي فاش كنشونجيو كنشونجيو كاع الاتجاهات. حنا فاش كنشونجيو الاتجاه ديال الكورون راه حتى سميتو الاشارات او لي سين حتى هما كيتغيروا. سي تادير ان هذا خص هاد لو جينيراتور هذا خصو يتقلب. اوكي، وهنا لو كورو غادي يطلع، وهنا في بي او هنايا لا فالور ديالها غادي تكون ناقص 0.7 فولت. دونك هنا كلشي غادي يتقلب. ونفس الشيء بنفس الطريقه دوك هنا شنو غادي نبدلو؟ غادي نبدلو غير الاشارات داكوغ ديال كاع لي طونسيون ديال كاع لي كورون، او لا نبدلو الاتجاهات، نبدلو حاجه وحده ما نبدلهمش بزوج، يا اما نبدلو الاتجاه يا اما نبدلو الاشاره. الا بدنا الاتجاه والاشاره راه بحال اللي شدينا الموان ضربناها في الموان غادي نتحصلوا على نفس النتيجه. دونك هنا يا اما غادي نبدلوا الاتجاه يا اما نبدلوا الاشاره، وغادي نعاودوا لي كيسيون داكوغ ديال لا كيسيون واحد ولا كيسيون زوج داكوغ. هنا قال لك ارسم لو شيما ايكيفالون دابا، ومن مورا قال لك اعطي لنا لا طونسيون في بي، هذه راه جاوبت لكم عليها مي فوالا. دونك هنايا حتى هي غادي تعطيوها فوالا. دونك ونحسبوا ابخي هاد لي فالور. هذا اكزرسيس مهم، وعندنا اوسي هاد ليكزرسيس. اوكي، دونك هذا ليكزرسيس 7 باردون، دونك هذا سي ليكزرسيس 7 فوالا ليكزرسيس 7. دونك عندنا هاد لو شيما. دونك هنا هاد ليكزرسيس سي لو ريجيم قلنا ديال لا كوميتاسيون. عندنا هاد لو ترانزيستور كيو ان، دونك لا فالور ديالو هي بيتا كتساوي 100، لا طونسيون في دي داكوغ ديال سميتو لي ديود داكوغ لي ديود كاملين، لا طونسيون ديال في دي ان و في دي تروا و في دي دو هي لا طونسيون دو سوي كتساوي 0.6، في بي او كتساوي لنا 0.7، و في دي كات هي لا ديود ليد داكوغ كتساوي لنا 1.4، و في سي او سات لا طونسيون دو ساتوراسيون شحال كتساوي هنا 0 فولت داكوغ، و في سي سي هي 12 فولت داكوغ. دونك في سي سي راه كانت غير هنا. دونك انا زدت هاد لو شيما باش نبينو بان في سي سي راه شاده من هنا حتى لاماس. دونك في سي سي شحال هي 12 فولت. بيان، لي كيسيون سون لي سويفونت. هنايا قال لك لي زانتيريبتور ا اي بي فاش غادي يكونوا مفتوحين، فين هما ا و بي؟ هما هاد لي زانتيريبتور هادو داكوغ، فاش هاد لي زانتيريبتور غادي يكونوا مفتوحين. هنا كالكولي قال لك لو كورون اي بي، من بعد كيلي ليطا دي ترانزيستور. هاد الحالة هادي واش غادي يكون بلوكي او لا ساتوري. اوكي، لا تخوازيام كيستيون، لا ليد ايتيل اليمي او تيتانت، واش غادي تكون شاعلة ولا طافية؟ هنا جوستيفي لا ريبونس، قولوا علاش. Calculer la tension VPC au point commun des diodes D1, D2 et D3. VPC, c'est le point commun des diodes. Il y a VP, le point commun. D'accord. Au final, il y a la tension. Je vais vous donner
لا ماس، يعني هاد لا طونسيون من هنا لا ماس. داكوغ، دونك هنايا هادي هي لا طونسيون كومون بالنسبة لي ديون، دونك حسبوا شحال كتساوي. الوغ من بعد اونفيرم لانتيريبتور ا و بي، غادي يبقى مفتوح. داكوغ، غادي نسدو هذا وهذا غادي يبقى مفتوح. هنا كالكولي دو نوفو عاوتاني داك في بي سي، داكوغ، اللي قلناها في بي سي، قلنا هي من هاد البوان اللي هنايا لا ماس. D'accord, calculer de la tension ou calculer le courant IB. D'accord. Ensuite, goulo hnia l'état du transistor, ou j'ai bloqué ou la saturé. Sixième question, calculer le courant I qui circule dans R1. Donc le courant I, d'accord, qui circule R1. Donc la deuxième, le courant, fa j'ai dit le point, j'ai dit غادي يكمل اي سي. هنا غادي يعطينا واحد الاي 3 اللي غادي يدوز لهاد لا ريزيستانس ولا ديود ليد. دونك هنا كالكولي لو كورون اي كي سيركول دون ار 1. كيل اي ليتا دو لا ديود ليد في هاد الحاله؟ قولوا ليتا ديال لا ديود، واش غتكون طافيه ولا شاعله؟ داكوغ، الومي او لا ايتانت؟ ايتانت. كالكولي لا طونسيون في سي او. هنا حسبوا هاد لا طونسيون في VCE شحال كتساوي. كومبليتي لو طابلو سويفون، صافي. دونك كومبليتي هاد لو طابلو سويفون. دونك هادو راه جو بونس هاد الزوج راه درناهم الاولى، يبقاو لكم هاد الزوج هادو. دونك فيرميو عاود ثاني وخلوها مفتوح وفيرميوهم بزوج وديرو هاد كومبليتي. شنو هي ليطا ديال الترانزيستور وشنو هي ليطا ديال لا ديود ليد؟ اوكي، voilà. Donc هذا سي ان اكزرسيس تري امبورطون. دونك من خلاله غادي تفهموا مزيان كيفاش غادي تكون لا ساتوراسيون البلوكاج ديال لو ترانزيستور وشنو هما لي بارامتر اللي كيتحكموا لنا في هاد لو مود ديال لا كوميتاسيون. اونسويت اخيرا وليس اخيرا، دونك غادي نزيد لكم هاد الاكزرسيس هذا. دونك جي سي، دونك تخواز اكزرسيس راه مهمين اكسبري درتها باش نكثر شويه لي زيكزارسيس، لانه دابا نبقاو نشوفوكم مره في لا سيمين. دونك هنا خاص دير واحد شويه ديال لي فور باش تخدموا هاد لي زيكزارسيس كلهم وتجاوبوا عليهم. دونك عندنا هاد ليكزارسيس اوسي زدتو لكم، حتى هو تقريبا بحال داك ليكزارسيس اللي كنا خدمناه قبل، حتى هو كيتبازا على لا ديود زينير. داكوغ، كنستعملو في لو مونتاج ديال افيك ان ترانزيستور بيبولير. Alors, comment appelle-t-on ce montage? Donc, هاد السميه ديال هاد المونتاج هادي يخليوها عليكم دابا، ما تجاوبوش عليها في الاول، حتى غادي تجاوبوا على هاد لي كيسيون كاملين. داكوغ، عاد غادي تعرفوا السميه ديال هاد المونتاج وشنو يمكن لينا نسميو. سامارش؟ الوغ، هاد السؤال هذا خليو تجاوبوا على هادو، عاد غادي تعرفوا الجواب ديالو. الوغ، اول حاجه نبداو بلي دوني. دونك بي تعطاونا هنا 40، في زد لا طونسيون زينر هي 6، في بي او 0.7، او 10، ار سي 500، ار 200، ار سي 500، ار 200. دونك نصيحه، فاش كيكون عندكم هاد المونتاج بحال هادو، حاولوا بعد هاد المونتاج تقادوه مزيان على حسب داك، تردوه على واحد الشكل اللي هو مألوف، مثلا بحال هاد الشكل، بحال هكا، داكوغ، يولي بحال هاد الشكل هذا مثلا. حاولوا هذا المونتاج هذا مثلا تهو تقادوه باش يرجع واحد الشكل هو مألوف. لاحظوا مزيان هنا لا باز، هنا لي ميتور، هنا ايتترا. حنا نحاولوا ما يمكن لو مونتاج نسامبليفيو باش نقدروا نقراو فاسيلمون. اوكي، دونك لا دوزيام كيسيون، قال لك السيدي كالكولي لا طونسيون دو لا سورتي في اس او بورن دو ار سي. داكوغ، هيا حسبنا هاد لا طونسيون شحال كتساوي. Calculer le courant IB des transistors. Le courant IB est dans le transistor. Calculer le courant I circulant dans R et le courant IZ. Le courant, من بعد ما نحسبو IB غنحسبو هذا لو كورون هذا اللي دايز هنا في R و لو كورون اللي دايز فاش في لا ديود زينر. Calculer la valeur maximum que peut prendre le courant IS. Le courant IS هو اللي دايز هنا في la résistance RC. Qui circule dans RC, bien évidemment, pour qu'il y ait stabilisation. On déduire la valeur minimale de la résistance de charge RC. Et là, il y a le courant maximal qui est la stabilisation de la tension qui est là.
d'accord, donc الحالة هذه la tension خصها تكون stable. Donc هنا هذا السؤال هذا غادي يرجعنا لهذا السؤال. Donc هذا comment appelle-t-on ce montage, هو c'est un montage stabilisateur de tension. Mais غادي تجاوبوا على هذا الشيء هذا وتكالكيليو هذه الكروعات عاد غادي يبان لكم بانه سي فري سي ان مونتاج كي ستابيليزي لنا لا طونسيون دو سورتي او بورن ديال ار سي. ابخي هذه مهمه بزاف مازال ما شفناهاش دونك هذه غادي نشوفوها في هذا ليكزارسيس. كالكولي لا بويسونس ماكسيمال بي ماكس ديسيبي بار لو ترانزيستور. لا بويسونس ماكسيمال داكور ديسيبي بار لو ترانزيستور. الوغ بالنسبه لا بويسونس ماكسيمال بالنسبه لان ترانزيستور بوبولير شنو هي؟ هي في سي او مضروبه في اي سي. D'accord, donc appelons les mZN, il y a VCE droba IC. Donc c'est le cas VCE ou le cas IC, ou bien le cas la puissance dissipée par le transistor. Donc le transistor, c'est le régime de commutation. Donc les exercices de l'herbe, c'est vrai, le régime de commutation. Mais l'exercice, c'est le régime linéaire. Donc donc le dernier exercice, je vais vous d'autres exercices. Mais c'est un exercice très important. Hawlo Jawale, ou l'un de des questions, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc Kachilikain, bon courage. Salam alaikum.